رضا سليم. رضا سليم قبل ما ينضم رسميا للنادي الاهلي، الاهلي اعلن منذ ساعات قليلا وخلاص ضم اللاعب رسميا، احنا عارفين الكلام ده بقى لنا كام يوم كتير كلنا يعني. يمكن الاسبوع اللي فات قلنا هنا كريم ان هو يعني في خلال ايام هيوصل النادي الاهلي ويتعلن عليه في منتصف الاسبوع اللي تفتكر. الامور محسومه طبعا، فاكر كويس. بالنسبه لرضا سليم، هل الزمالك فعلا دخل في مفاوضات معاه؟ هل في مفاوضات حقيقيه ولا كان مجرد كلام؟ طيب الزمالك يا كريم في قصه رضا سليم دي، هو كان بيراقب اللاعب وبيتابعه من اكتر من شهرين، وفتح مفاوضات كده يعرف الدنيا ايه، الموقف ايه، لان الزمالك كان محتاج وينج في الحته بتاعت رضا سليم. بالمناسبه رضا سليم هو وينج رايت صريح، صح، ما يقدرش يلعب ليفت. كان معايا امبارح مدرب الجيش الملكي، المدير الفني للجيش الملكي، وقال لي اللي انت قلته ده نص. قال انا ما سالته على المراكز، انا ما سمعتوش بصراحه، بس يعني قال سالته على المراكز اللي يلعب فيها رضا سليم، قال لي رضا سليم جناح ايمن، افضل مستوى تاخده من رضا سليم جناح ايمن. بالزبط. لو راح اي مركز تاني يقل المستوى شويه. لا كتير يقل كتير يعني ده طبعا هو مش هيقول كتير في التليفون بس يعني انا بقول لك انا يقل كتير. وفي الماتشات اللي لعبها مع الجيش الملكي لما كان بيتغير ويروح الناحيه الثانيه ما كانش بيأدي خالص. فانت جايب لعيب في الحته دي، ده المكان اللي كان عايزه الزمالك، والزمالك بدا يتحرك. بالمناسبه انا اسف للمقاطعه، هسيبك تكمل، بس لو من كام شهر قليلين قلنا حسين الشحات هيلعب ناحيه الشمال، كنا نقول مستحيل يلعب شمال، هو راجل يمين بس. فالراجل مارسي كولر ارتوى حسين الشحات بقى واحد من افضل الاجنحه اليوسف، فممكن يعمل كده مع رضا سليم. دي بس نقطه وارد، بس يعني بس اللي انت قلته مهم جدا، صعب. فالزمالك كان بيتحرك على هذا الاساس وفتح خطوط اتصال باللاعب لما بدا الامور يلاقي الزمالك فيها ان هي فيها يعني ارقام اعلى من الارقام اللي الزمالك حاططها في صفقاته، سواء راتب اللاعب او لو تعاقدات مع انديه يعني مقابل شراء عقد اللاعب. لا الزمالك بدا ياخر رجل في القصه وخرج من صفقة رضا سليم، لأن برضو الناس قالت إن الزمالك فشل في ضم. لا، أنا اللي أنا عارفه إن الزمالك خرج من بدري في صفقة رضا سليم. بالمناسبة وده رأيي، أنا شايف إن الأهلي ما كانش في احتياج لصفقة رضا سليم، لأن أنت عندك بيرسي تاو، إلا لو الأهلي هيطلع بيرسي تاو، وأنا ده أعتقد إنه صعب يعني. فبمناسبة رضا سليم، لا الزمالك طلع من صفقة رضا سليم دي من بدري جدا. حبيبك محمد جمال كان معانا من كام يوم، محمد جمال صديقكم يعني، فقعد يشرح حاجة فنية كده حلوة بصراحة. قال لك ازاي ممكن تستفيد من رضا سليم وبيرسي تاو وحسين الشحات مع بعض في الملعب، شرحها بطريقه عظيمه جدا في 4-3-3 ومين ممكن يلعب 8 وطريقه كويسه.